تعجز الكلمات أكيد. ما أقدر، أنا شايف مشاعر أسرتني الصراحة. الله يخليك، الله يحفظكم، الله يحفظكم. يعني هذا إذا سألتم منو أسعد الناس، أنا شوفتكم بوجودي هنا في هالبلد الطيب اللي كلنا نحبه. أكيد مشكورين، مشكورين من القلب، الله يحفظكم. شكرا، شكرا للجميع. يعني من أشكر، من أخلي حقيقة الام بي سي، وزارة الثقافة، من أشكر الكل، أسرني طيبة وكرمة، مشكورين.